السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن ما بعد فورتنايت. بهذا الفيديو بدنا نلعب أنا والأسطورة، طبعا لا داعي للتصفيق ولا داعي للتعريف، جنرال اللي دائما بتكون وين ما يكون طيب موجود. ويلكم ويلكم. نلعب هذا الماب اللي هو عزة اللي الفيديو الماضي نزلنا عنه، ومع كان يمكن مع قصي، يمكن كان الماب لا مو مع قصي، مع قصي كان ماب عزة. فبدنا نكمل اليوم نلعب مباته اللي هن مشتركين فيها السبع مصممين. رح نجرب هاي الماب ونشوف. تعرف فين هذا المقر، او خلينا نقرا وش ايش مكتوب. هذا المقر السري اجتمع فيه سبع من اكبر مصممين العرب في الكرياتيف، وقرروا بناء ماب مشترك ووضع كل منهم مرحله يعبر فيها عن يعبر فيها عن اسلوبه في تصميم الماب. انا شوف انا تابع العزة على الانستغرام فشفت الماب، فخلينا نعمل ستار. قبل ما نبدا، حسين اعطيني رايك بالسكن تبعي. كويس، بومباستيك والله، بومباستيك معلم، نار حارق حارق حارق. I like it. Thank you man. تا 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 بروك 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 بروك. ما ادري مين تا بروك بروك. قال اسمه ما ادري مين، مقابيلي هسه هون حبر قلق. اكو تان عسكر نجان نج 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 اسمه نج 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 بروك. يلا يلا امشي 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 ادخل امشي. نعم عفوا. شفته تمام. وين رني؟ انا تلتك. اوكي لا شوف في صناديق كسره. طيب تصميم هذا الليفل بواسطة عسكري. رجعته. هلا بنكمل. ما تضرب ها؟ في 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 برمي ايدك اليمين، حاول تكسره عشان يفتح لك. فتحته. الفخ اسرع مني. انا وصلت لازم. يا الله. ليش متى؟ وصلت؟ يمكن خلص الثلج. انا ما ادري ليش متى. عم بيخلص الثلج. قطعته. جي يلا. الشيء اللي بيصير بعد شوي فكرة عبدر، فكرة حبر. ايوه هلا اللي بده يصير هذا فكرة حبر. ها ها اوكي فهمت. لازم توقف هذا. طب انا ليش وقفني هون؟ طب عيد عمال على التعيين. طول بالك. طب شو عندك تنط بسرعة؟ في عندك هي موجودة قدامك الترابس اسمه مخفي. نزلني تحت. صرنا نخسر باول مربع. حسين لك انا ما برجع لورا زي ما الناس. انا ايدي صار لازم عن مصيبه. انا مو هدول بعدها في بلوك جمب. هي عديتهم والتراب المفروض ما يقتلني بس عم يقتلني. وانا كمان شوي بيقتلني شوي ما يقتلني. انا قبل شوي ما قتلني، اللي قتلني الثاني. لا نطيت بكير. يا الله. هاي شوف اي تحديات هيك البوركر ابيخ شيء باللعبه قسم بالله. انا ما بحب، انا حبيت ما بات عزه بس لشغله واحده، انه ما فيها باركور. يعني فيها بس شيء بسيط خفيف. انا بدي افهم ليه حاطط الافقاع او صوت السم. واخيرا اخيرا خلصت دواليب كمان. لا وصلت. ايه خلصت اخيرا وصلت على مرحلة عزة. اوكي هات لنشوف شلون بدنا نطلع مرحلة عزة. هات اتوقع لازم نهوش له الفخ بس. في سر حسين ولا بس لازم نمشي صح؟ في سر.
في سر. انا تقوم بالغرفة في شيء. طب وين ليش هذا محروق؟ ما آه عرفت ليش انت اكلت الكيكة. عرفت 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 شلون. انا لازم اكل كيكة حتى يعطيني هلت الزيادة اقوم. ايوه التراب كم دمج؟ 100 150 150. اوكي انا فوت 150. انا ما اكلت فط... انا ما اكلت ما اكلت ما اكلت كيكه. انا اكلت فطر. هو اللي انا مستخدمه. هو اكلت 3 لقمات من الكيك بعدين حول لي على فطر. اي ايزي. اوف اخيرا. ايش هاي قنبله؟ ليش ما قطعت القنبله انت؟ ايه قطعتها ولا ما قطعتها؟ قطعتها وبس. ايه ايش نسوي؟ اذا عجبتك مرحلة ستجد اكثر من 8 مبات الغاز مبتكر على حسابي على الانستغرام عزة. هي كلها حساب عزة لساتنا. فكك مو لازم مو لازم انا فكك القنبلة. طول بالك موت لي فكك القنبلة. شو انك فكك القنبلة اللي انت فككتها خالص؟ انا فكيتها. انا فكيتها وخالص. طب دعيدة ما اقدر افكها مرة تانية مشان اشوف شو فكيت. والله افكاره العزة بجد يا شباب والله العظيم يعني جد يعني اي لايك. شوف شوف الباب شو مفتح. شوف لك خذ لك الباب شو مفتح. يعني بجد بجد عنده افكار. الله شوف كنا قبل شوي عم نلعب بماب حبر بعزب. اما هون في افكار يعني لازم تشغل مخك مو بس في هون شيء. طول بالك. ايوه قطعنا السلك الالط. الله انت مدمر القنبله مو ما بدنا نسوي شيء خالص. نروح. لا لا شوف فكره الباب بس. والله الباب خرافي يا معلم. يا عجي الزلمة تعبان تعبان حاله. يلا 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 مرة مرحلة تانية. يلا روح. مرحلة مين؟ عندك 15 ثانية عشان تعدي. طول بالك. زر يشغل المؤقت البدء. تا 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 طلي طلي. هو مكتوب تم تصميم هذا الليفل بواسطة حبر راعي الفكرة. يا صاحب الفكرة حبر. عندك 15 ثانية عشان تعدي. وكل شيء بدنا نعمله راح يرجعك. ما هي صعوبة الموضوع. شوف انا ما عاد يمدي ادخل. وده الرد نسوي له توقيف. رد نسوي له اعاده تعيين. ما بده بس اسوي له اعاده تعيين الوقت لك. بس اسوي اعاده تعيين الوقت. هلا اذا انت متى وانا متى بنرجع؟ ايه بنرجع. ما هي النكبه. لما برطع على هذيك برجع شوي بالاس برجع لورا. ايه وقف زدت وراك وخليك واقف على الحرف. اتوقع هذا. اوف بس الله مين بده يوقف الوقت. اخذت المسمار بس انا متعود هيك انبوس وانط عليه. عرفت حتى باللعب كل شيء. اس شوي اس شوي هلا هاي عادي نط عليها ووقف بس ارجع لها. ايوه انت وراي ولا محلي؟ زدت وراك 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 ورجع لها وراك كمان. فضلك زين صار يعلمني وين معلم. هي هوك. ايه اما التصميم هذا الليفل بواسطة حضر اخيرا. اذا ضغطت الزر يفتح لك احد الابواب بشكل عشوائي وعلى حظك تلعب سهل او متوسط او صعب. تم تصميم راعي حبر. يا عيني لا. ما فينا سكره. ما بعرف بدي سكره يا شيخ. ليش ايش في صعب؟ والله بعرف كنت اختار الوسط انا. ايه ما في خلاص راح بدنا نمشي بالصعب. الله هذا حبر يا زلمه ما اخذ كل الليفلات له. القم طالع في الكاميرا. شغلت اكثر من كاميرا اطلع للزر. طول بالك شوي خلينا نطيق القم. ترى كلها نفس الليفل. نعم طلع في الكاميرا. انتظر خويك يخلص. اذا اشتغلت اكثر من كاميرا اضغط الزر. اشتغلت كيف الكاميرا شغلت زر بص بص
ما بكبس ما بزبط. ممكن تطلع عشان انا ادخل بدالك. طالع بالكاميرا. وين الكاميرا؟ ضل طالع فيها. خلصها انا. لازم امشي ما طلع الكاميرا محسين. طلع بس انا ما طلع. ها انت ربع تحتك ونط. وصلت الماب فوق. الماب من فوق. طب اسمع هذا الليفل بسط حبر. شلون يعني؟ نشوف. واو وشو ها؟ الماء سمى. اخرج من الماء. يب اطلع درج وفي باب افتحه بيطلع لك بستل. ايه او مدري ضربت شخصية. اخصى الشخص الموجود هناك. ستيج اكو تاني. هذا طبعا شفت واحد معلق له كاتب له هذا احسن ماب. عصير تفاح خالي من الكحول. الله اكبر. وينه؟ هذا الستيج عبارة عن لغز. حاول تحله. شوف الأشكال اليسار أول. أيوة. هي 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 اللي بدها تفكير. هي اللي مو مثل ذيك توني يا زلمة. هذا حبر عقد إلهنا. ولو حاطينه بالأول. الله لا يوعك هوني. الله لا يوعك هوني. إيش طول بالك. فهمت. إيش مكتوب؟ شوف هاي الأشكال. شوف. فهمت. هلا شوف هاي الشكل هو هون. فإذا نحن نقدر نوقف. مو هون. عكس. شو هذا؟ إيش دول؟ طول بالك. شمان ضل نكسر كتير. طيب هاي. شوف هون وهون. وهون. لا الله لا الله لا لا يحط حدا هون. والله حفونا هوني. معناته ما ضل شيء. فتحنا كل شيء نحن. ضل هاي. تعال هاي بس ضل نموت وخلصنا. بس طول بالك. نحن ايش نموت؟ طول بالك. تعال شوف. تعال شوف. الله حدا حفظنا. تعال شوف. هاي هون في عندك اثنين. عم بيقول لك اكسين. ايوه وهون اثنين فاضيات. حلو. فهمت. شوف. تعال افرجيك. تعال شوف محل ما في اكس. معناته هون بلوك فاضي. هون بلوك مليان. شوف هاي الإشارة وين موجودة. موجودة هون بالنص. يعني هي هون موجودة بالنص. فأنت على ضوء بدك تقرر. فأنت عندك هلا هون هي موجودة. فعندك هذول اثنين. تمام. هي شوف هي موجودة بعكس متعاكس. تمام. روح هلا أنت هنيك حسين. أنا بأشر لك وين تروح. وخليك ساوي. لا مو ساوي. على اليسار طلع شوي. تعال شوي على اليسار. هون على اليسار على المربع هذا. هون المربع هذا. هاد ولك هاد الاشارات عليه. هذا بين هذا. ايه تمام. طول بالك. هلا بعدين هلا هذا المركب. هذا المكعب. طول بالك خلينا نتاكد. هذا المكعب فاضي. تعال هذا المكعب والمكعب هذا. كمل سوي. شايف المكعب الفاضي ما قبيلك؟ طف ما قبيله بورب. مو هاد. لا مو هاد. هذا فخ. ايه فخ. هذا فخ. اجي لهون. نط من فوقه. بالورب. مو هاد. على الزاوية. روح على الزاوية. روح. ايوه. وات. مزبوط. سوري حقك علي. هي هيك. وبعدين هون. هذول اثنين الو. بعدين هون. ما عم نعرف شكلها صح. بس الحلو انه عم يتكسر وما عم يضلوا موجودين. ها؟ لا. ايه هي هون مزبوط. هون ايه هيك مزبوط. تعالي جنبه. تعال هاد. تمام صح. اركب يا حسين. اركب حسين. حسين وين اروح؟ حسين رجعني لورا. قوية 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 قوية
قوية ما عم بيتحرك ما عم بنط لو عم بنط كان يعني حكينا ما عم بنط ما عم بسوي شيء عم بتعلق اجر اللاعب بالهي الألاوية بالمروحة ود ودي عايدة مرة تانية حبيتها سريعة اي اضرب خلاص خليك حبيبي هيك صح ما بتوصل انا جربتها 100 مرة على ذاك الارتفاع شايف؟ ما عم طلع هون بعد بريطانيا ما في شي مو؟ لا تخلص على حالة اصلا بس انا سويت كبسه وايدي على الدبليو مشت ابدا بس لا سبيس ولا بطيخ ولا مين لا هلا نفس الشيء هلا لو ما كبست شي طه شو راح مركز شي ها لا بس كذا حط ايدك على الدبليو ما راح اكبس شوف ما ركي بس لا دبليو ولا شي ها شفت؟ رد على بنفس المكان منجرب بلكي تزبط ما بتزبط هلا خسرت بالسمو ارتفاع ليش هسوي مره ثانيه وصلت لازم اوطي شلون توطي هالمره طلعت اكثر لا لا بعدين مو اوطي الارتفاع انا عم بعلي النقطه لا ما حطيت هيك انا صلي لي على النبي Look through this! Look through this! واللوم صرنا 78 دقيقة بس هيك بس هي ماب مين؟ والله ما قريت ما هي مكتوب الله على العين الله على العين ايش حكيت يخرب عينك ايش حكيت ايش حكيت قال الله على العين لك هو كلهم سهلات هي اخر واحدة اصعب شيء هي اللي حاله يا ليش بعدين هي خلاص مكملين ماشيين زي يا اخي وصلت الله والله حسين نطة طلع 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 على الارض وامشي ها عم بطلع عليك لا طلع طلع على الارض وامشي بس وصلت اخر السمو خلص نط يا زلمة ايش هالالوان هي؟ وين بعدين؟ بني تحت اي بعدين لتحت وبعدين اطلع من ورا يا زلمة عرقت ربنا باك شو هذا نط؟ باتشيك بوينت باتشيك بوينت روضة بديك شجرة بضرب هاي الشجرة يلا هاي ما تنضرب اضرب الشجرة اوك عطتك امبوس يا غبي اه كل ضربة تعطيك امبوس لا كم ضربتك ليش اربع ستة نج نج يرحب بكم نج نج يرحب بكم نج نج يرحب بكم حبيبي بس في شغله انت ما عم بتقول لي اياها لما تنط انا عم بقى امشي شوف هيك بعد ما بنط عم بضل عبك بوس اس انت نسيان تقول لي هالشغله هي انت عم تكبسها شابك بوس انا كان عبك بوس بس نطيت اكبوس اس بدل الدبليو انا عم بضل عبك بوس دبليو هذا كان غلطي 2000 years خيو وبكل هون وصلنا لنهايه الفيديو وشكرا لحسن المتابعه ونشوفكم ان شاء الله في الجديد تمورو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لانه مستحيل نختمه عندي اختيار انا هضل احاول انت روح كمل تمام اوكي اذا في شيء سبيشل قل لي جزء اخر ستيج اساسا اخر وحده نطه من نص انا مو اخر وحده
الأب الأخير اللي راسك عم تضرب السقف. ضرب الأبوس من النص نص نص مربع. عم بقول لك في غلط بآخر واحد. خلي الأمبوس بالنص المكعب وعمله. وين راح؟ يا الله. طب المرة بدي أجرب أنط من ذاك اللي عندك مباشر لعند هذا الفوقي. خلاص إيش هذا؟ والله باركور. كمان باركور خلاص انسى. لا بس هو لا الأمبوس سهل نسى اسمه. شغل مين؟ شغل مين؟ شغل مين؟ لا شغل واحد جديد. I am كله كله في XT. ليش عرفني؟ يا مو بدي شغل هذا المرض. أنا من خفصلت الكاميرا تسجيل وقف حاج. الكاميرا كل 3 ساعات وقف ضل معي ساعة بس. شو رايك نطلع من هلا؟ مرحبا. أول ما بنطلع الأول واحد الثاني ما شاء الله عليه. يعني لسه اخره من هاي. خلاص خيو انا بكون لهون وصلنا لنهايه الفيديو وشكرا لحسن المتابعه وشكرا لكم واستنوا لك اليوم فيديو جديد حلقه جديده الساعه 6. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. توبي زعاد العب لما بغير لعزه. توبي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.